والله سبحان الله. ادري صوت. امسك شوي بس بسم الله. انا شوف انت عليك الشاي وانا علي اني امسك الجوال. اسمع انت الحين كويس؟ في شنطه. والشيخ سالفه. طبعا مجهزين لكم شيء حيل قوي. طب ما يعلق. ها؟ لا 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 ما بيض الله يجيكم اللي بيض الله يجيكم اللي الجني سالم. الجني سالم؟ انت شو سويت بالحين؟ سالم بالحفل؟ اي كلنا بالحفل. كلنا بالحفل والله يعين. اي والله الله يعين صراحه. الموقع حقنا هذا المكتب الخاص حقنا وسالم. نعم هذا هو. نعم هذا مكتبنا باذن الله. هنا نعم. بنسوي مكتب. هذا المكتب الخاص. ايه هنا نبغى نسوي طال عمرك مكتب عشان يجي مدير اعمال. نروح. ها؟ يقول مش انا عند ابو سلطان. سالم انا زعلان منك مره وابغى ايش؟ سالم زعلان. نروح لسلطان. نروح لسلطان. انت تصالح. اصالحه بالامام ترى لك هواء؟ ايه. يلا مشان بنروح عند ابو سلطان صالحه. اصبر نتكلم مع بعض. لا بس نبي نعلمك موضوع. احنا عندنا علم خطير جدا جدا موضوع لكن تقي قصبة. خلنا بس نقصبر. الله يشكرك. خلاص 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 شي عصب. امسك شوي. اصبر الله الله اذكر الله. متى تبغى تروح؟ اذكر الله ناحي سلطان. احنا عندنا موضوع يعني بس قبل كل شيء ترى يحبك يا ابو سلطان. والله كان عندنا يعني بسم الله انك غالي عندنا جدا جدا جدا. تفيد تسوي لكم بلوى بس لا مستحيل. الثوب اللي في الشنطه لك. ايه تبي تلبسه في الحفل؟ الحفل مره قرب ما اصلي. نسوي انا حكب القهوه على هذا وكب الشاي. قسم بالله انه هو والله قسم بالله اني ما ارتحنا في البرنامج ولا ارتاح في الخط ولا ارتاح في المقصد شوفتكم والله بس طبعا معك ما بيسك انت الشوفه كيف ايش حاطنا فيها كله ممكن الله يسامحك. يمدي ان شاء الله المقصد عجبني متناصر 6 ونص بس ثابك. هذا احسن من ذاك. ايه ان شاء الله. انا ثابك هذا ممتاز جدا. احسن من ذاك بعيد ما شاء الله عليك. حتى الدليل شوف هذا الدليل. انت عندك سبب ثاني ولا شلون؟ والله عندي انا اذا في مغسله صليتين عشان اغسل ثوبك ولا انا عادي تبي مغسل سياراتك ما تقول لي اللي تشوفه طال عمرك. خلاص علمها نرجع خفي جلدنا قبل شوي جلدنا نرجع ونعتفيد. خفي جلدنا قبل شوي جلدنا. بس هنا مضايقينك ابو سلطان ولا شيء؟ لا جوسي بيض الله وجهك النور. اشكم تعمل بيض الله وجهك. اشوف العربي علي والبليت علي بما انك متعلم. ايش النون بيض الله وجهك حمدة. اصبر يا ابني وان اصبر. اعرف اقرا انجليزي يعني. اصبر وحمده وهجر هذا ايش هذا الانجليز كلك انا وصفه طبيه بس الله يبيض وجهك. جزاك الله خير على الدعم وبيض الله وجهكم اللي حضرته. وش ما اقول سالم كيف ايش ايش ما ايش راح ما اقول سالم كيف سوى من قالوا ايش تقول يو ذا ما يعرف سولف احترم لا يسولف احسن منك. طيب في سالفه ثانيه قسما بالله ما اروح. ليه؟ انا رحت وحاسد الدنيا كلها. المشكله مرتب يزيني مش حالاتي. المشكله الحين ان ابتلشنا اقسم بالله العظيم انا صدق قاعد عودنا بالجد والله ان ابتلشنا. اي والله. هل بنعين ما غسلت غسل ولا بس على طول؟ في احد منكم هنا من اهل القصيم؟
ابغى ثوب خصوصا مركز ايش اسمه الخبراء صح؟ الخبراء عندهم مغاسل قريب. واذا ما في مشكله واحد من يجيب لنا ثوب. دقيقه اصبر. اما ما في مغاسل. ناحية لا تسويها. اسوي ايش؟ ما ادري احسك توكل كذا ما ادري ايش تسوي. ناحي. لا بس بشوف. ناحي. ناحي. ما اقدر اسوي هذا قلبي سالم. اي لا لا في. بيض الله وجهك. زين كويس الحمد لله في مغاسل وايد. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. في مغاسل يا ابو سلطان. خلاص انا بمشي بالتوب دعاء. طيب ولنا؟ تو خلكم كذا عشان. ثيابنا رايحه فيها. مو بدافعكم. ايه خلاص ادخل على الناس كذا بالملابس. بالغلط احنا طيب ما كنا والله ما نبي متعمدين. اي والله انا بالغلط اقسم بالله انا بالغلط. بحرج عليكم اذا وصلت هناك. تحرج علينا؟ بتبيعنا ولا ايش؟ تبيعنا؟ ما تجيبون ريال ولا كان وجهي. اذا حصلت احد يشتري هذا وجهي. والله بتحرج بترد اقسم بالله. والله ما في احد يشترينا يا ابو سلطان اسال الله لك ان شاء الله الجنه والثبات. اللهم امين. اللهم والله يا ابو سلطان صراحه انك تعاني ومع ذلك ساهر قطرة يا ابو سلطان ساهر كم السرعة هنا؟ والله ابيك مش مطول هنا 120 ولا 120؟ 20 ليش ما علمتني طيب؟ وتطالبني عشان ساهر هذه بعد بنك انت صور الله يا ربي صور الله يا ربي ان شاء الله عشان ما نبي نتشمت عشان ما يجينا سهل اللهم لا ما تصدق والله انه سهل خلاص تفضل لا مو بس تشمت بسرعه في السرعه تشمت في ساهر حلو قتله بالله والله هذا دليل ان ساهر معجب فيني صور وانت تشوف شكل لفانس قديم ساهر فانز لي قديم كل يوم يصورني من يحبك اي اي نبي شيله غنى شيله وش تبغى؟ اي شيله عندك اي شيء اي شيء انت حافظه اول شيء انا اول شيء انا متس حجاجي على متس حجاجك على متس حجاجي على وصلت عندي والقصيده تقول يقرب لك سالم اعوذ بالله ذا الوجه يقرب لي لا حول ولا قوه الا بالله انا ان شاء الله انا قرب الروح لا لا يقرب لك تبعكم الناس حبه يا ابو سلطان شو اسوي؟ صراحة أقول لك أنا رجعوا احنا بنزودها معه في لأن بدي يعني لأن خافنا أن نتوقف صحراء قاحلة يا الربع والله الجوال بيطفي بس بلا شحن بعد والله ما عاد في شحن المشكلة هذا المتابعين يعني مني أنا وجوالي الله وجهك بيض الله وجهك بيض الله حالك اي والله كلكم يا الداعمين يا الداعمين اقسم بالله انا بيطفي استاهل زين ابو سلطان مو استاهل ابو سلطان بعد دوروا كن كذاب في السبعه اقسم بالله هذا اللي بيصير بيض الله وجهك انا اشكرهم قبل كل شيء النون بيض الله وجهك يلا اشكر النون ثانك يو فيري ماتش فيري بشت هذا فيري ماتش فيري ماتش جود الحربي بيض الله وجهكم ايه الغلا جاكو هذا بيض الله وجهكم جميع رغد نينا لا وش نينا ان هذه نينا قلبي اي اي صح اي والله نينا نينا شكلها ضحكتي احط على الواقع عشان اطلعهم من قريب اقسم بالله ما حد يفر والله يا الله اقسم بالله على طول خصم 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 ايش صار بعد ما طلعت خلنا نشوف انه طلعنا برايم صح ولا لا ايش رايك نخرب وش نسوي نعلم على المتسابقين ابو سلطان من قريب
اللي يسوون اللي يسوون كل شيء كل شيء. هي خربانه 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 يا رجال. من قال بيطلعنا برايم؟ اي ابو سلطان ترى طلعتم زكي انا انا ممكن امزح معك يا سلطان اشوف وحقتك صح؟ انا عارف ان هذه حركاته ما يحب كذا. انا عارف انه ما يحب امزح مع ابو سلطان ترى. شوف انا عارف انه ما يحب كذا عشان كذا ابي اشبك معه. لا انا بالعكس ابو سلطان. ايش رايك فيني؟ لا فيه والله ابو سلطان. ايش كلمتك؟ ها؟ ايش كلمتك؟ كلم زكي. انت ايش بالها؟ والله ما ايش معك فيها يا ابو سلطان؟ وش تقصد يا ابو سلطان؟ شو معك يا ابو سلطان؟ لا هو قصده انك ما تشبه ام زكي. يعني شغله ام زكي شغله. وش ام زكي وش شغله؟ نفس شغلك بالضبط. على بركة الله. عيب عليك تعلم على اخوياك صراحه. لا 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 العيال قطعوا. ها؟ قطعوا العيال؟ لا خلاص بيض الله وجهك انه بيض الله وجهك انه قل سلطان ابراهيم يسلم عليك. ايش؟ سلطان يسلم على من؟ الحفل باليوتيوب ترى سلطان صدق يسألني ذا السؤال بس انا على اساس اني ما اقرا لاني ما اعرف الجواب. الحفل هل فيه تصوير؟ ما اتوقع اذا كان في تصوير في بيكون مش لايف يعني. يعني هو خلال السنابات تقدر تنقلون الحفل. خلاص تمام. سناباتنا ننقل لكم الحفل كامل. بدري اللي ما تنام يعني. من ناحيه قربت في ذن سالم لا ما اقدر. لا لا في اطفال قدامنا عشان الموضوع. لا لا ما اقدر. بس انا بقدر. الله يبيض وجهك. بيض الله وجهك. سامس كيفكم؟ اذا واحد ترى على طول بعدين تونا متقابلين يعني ما هو بسلوب. والله ما له داعي. والله ما له داعي وجاي مسوين جريه في الشنطه ما هي حلوه. منحي 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 انا بابا صيح ابو سلطان موجود منحي وش ذا؟ شغل مسجل والله شغل مسجل ابو سلطان. كتابه دقيقه. ابغى اصيح انا قبل شيء بس ابو سلطان سعيد. يقولون عيال ابو سلطان عقل منهم. يا عبد الرحمن انت سلطان عيب الحركات دي خليكم انا قدوه لكم. ابوكم من ناحيه قدوه لكم. خلاص؟ تعالوا حبوا راس ابوكم من ناحيه. تعالوا حبوا راس عمكم وابوكم. حبوا راس ابوكم. حبوا راس عمكم. حبكم الله ولا شغلك. يعوضكم الله ان شاء الله. يعوضكم الله. شكرا لك. شوفوا ابوكم. لو طلعوا من ناحيه. نعم. لا ابوكم من ناحيه. انا اقول شوفوا ابوهم لا يطلعوا من ناحيه. بيض الله بيض الله وجيكم. تحبون عمكم من ناحيه؟ نعم. تحب عمكم من ناحيه؟ جزاكم الله خير. اللي سجنته في الهالوين. اللي سجنته في الهالوين. شو اخبارك يا دحو؟ كيف سجن معك؟ كيف سجن معك كله؟ حر ولا براد؟ لا حر والله. لا كويس كويس على انا يعني ابوك اللي يسوي كذا. ايش اتوقع انهم يبغون يسوون كذا؟ هم تورطوا. انا اتكلم عن على سمر صفر معه. انا اتكلم مع عمه. من؟ صفر معه. اتكلم مع العمه. اتكلم عن عمه؟ اي ما قال انا صفر معه. شو تصير معه؟ كيف طالع فيني؟ سلطان لا لا عليك ما تكلم عن شيء جدا. تكلم على عمي جدا. تكلم على عمك. ما تكلم على عمك. شلون تكلم على عمك؟ عمي ما نزل لك انت وياه. سم. هذا اللي عبد الرحمن. سم. عشان ما تنجلدون في الاثنين. عشان. عبد الرحمن تكلم على عمك عادي. عبد الرحمن خذ راحتك تكلم علي يا عبد الرحمن. انا وعمك. انا وعمك. خذ راحتك يا عبد الرحمن. هذا منو؟ بسم الله بلاش. أنت من جدك تبي تمد يدك عليه وهو موجود؟ أنا ما أنا أمزح. مقرب. أنا إيه مقرب السلطان. إيش رأيك في مقرب السلطان؟ يعني حلو. قسماً بالله أن أجمل مقرب في العالم اللي قال مثل وجهي. أقسم بالله.
يعني مقلب مثل وجهي وش بيكون؟ شين. خلاص حلو. أسألك بالله هذا الوجه شين؟ لا بدون أسألك بالله. بدون أسألك بالله؟ إيه بدون الذمة. بدون الذمة بدون أسألك بالله. زين. وجهي زين صح؟ زين. بدون الذمة بدون أسألك بالله. بالذمة هو بدون الذمة. وجهك؟ إيه. وجهك؟ بذمة ولا بدون؟ بذمة. لا بدون. لا بدون. أقسم بربي إنك شين. هذا بالذمة. تحلف بالله؟ إي والله. تحلف بالله؟ إي والله. تبي بدون ذمة؟ إيه. يا الله يا جمال. سبحان رب نكملك بالجمالي خلاص منح عدلتك مما فرق الهامه الى حد ما طاق خلاص عدلتك قعد يعني هذا بدون ذمه بدون ذمه بذمه ترى خلاص خلع على بدون ذمه على وسط كيفك انا اعلمك بذمه ولا بدون على بركه الله شوف يرفعوا العقال لي لا يا رجال بيض الله وجهك يا عبد الرحمن نشكر الدعمين من جديد اشكر الدعمين النون بيض الله وجهك عبد الرحمن جود عزازيه عزيزة وانا اقول عزازية بغيت احسب انت برود عزازية بغيت اقول شنو جديد الاقل مطلوب الثقل بالعكس ترى احنا الثقل كيف يعني العقل انا ركاده قسما بالله انا مبسوطين ثقل ورزانة اهل القصيم تصدقون في واحد موقفنا قبل شوي يقول بيصور مع مناحي صح؟ ايه اوقف ناحية لما اوقف الشنطة. بدون ذمة وقفنا واحد في الشنطة. ايه. سلم عليه انا سلم عليه وهرج. صور معنا وصور مع ابو شو اسمه سيف تكسر. نعم صح. اكون معك. بس عاد بسالك سؤال يا ابو سلطان. يلا تفضل. بسالك سؤال ابو سلطان. كلك عيون. ايش رايك في الثقلمة؟ سهل. ايش رايك في الثقلمة؟ تدركون؟ ايش رايك فينا كاعلاميين؟ والثقل يعني وحزانة. والجمال. والجمال. للأسف يعني للأسف لا ثقل ولا رزانة ولا جمال لا جمال ولا يعني أنا أقول أعتذر لأهل القصيم وأن الخمرة على خصوص توقعنا أن مقدم النجوم بس مقدم المهبة وأن ما ندري جعبت أسلم مبسوط أنا أقول مقبول يعني لا بس وش تقول نعم ما أنا نقول جعبت أسلم جعبت أسلم وش تقول أنت بنقول جعبت أسلم ولا نوقف على جنب الخط عشان كذا نقول جعلك تسلم جعلك تسلم عشان ما نشر بدل وجهك على كلامه طيب كلامك طيب بدون الدمة ولا بدون الدمة؟ لا بالثنتين على بركة الله يعني شوف الله والله يا أبو سلطان هذا المدح شوف تسلم والله يا أبو سلطان على العموم على العموم أن الحين كم باقي نوصل يا أبو سلطان؟ ساعتين أما ساعتين ما يمكن نغسل ملابس ساعة كم؟ ثلاثة نوصل خمس يعلق يعلق منطقة هذه الشبكة بيها طيب على العموم الله يبيض وجهكم يلي دعمتوا والله يبيض وجهكم يلي حضرتوا والله يبيض وجهكم يلي كبستوا ونكمل إن شاء الله الباقي في السنابات ودعناكم الله التي لا تضيع ودائع لا أصبر خلنا نتصور خلنا نسوي قلب دقيقة دقيقة أنت كيف تجي؟ كيف تجي؟ كلنا كذا عشان تصورنا أبو سلطان أمسك أنت بس مناحي يلا كذا إيه كذا إيه أنت كذا أي يا سلام يلا صور بسرعة أجلو خلاص خلاص بيض الله وجهكم ودعناكم الله